في المقابل العركة هذه ما بين صلاح الفارسيت وما بين الهادي حبوبة يعني عندها مدة، وكانوا صاروا عديد التصريحات المدة اللي فاتت والكلاشات. نبدأ بالكلاش الأولاني من صلاح الفارسيت. باش نعطيك أسماء لفنانين شعبيين، وقل لي شكون السيد فين فن الشعبي، سيد ولا مش سيد؟ أسد يعني. هادي حبوبة سيد في الفن الشعبي ولا أسد بتاع رقص؟ أسد بتاع رقص على مسؤوليته بتاع رقص. أخي نكذب أنا؟ عنده صوت يغني، هو يقول للناس امسحوا وذنيكم وتصمتوا بهش. ياسر كلامك هكا، في نتكلم الحقيقة ولو أن ربي سبحانه قال وأكثرهم للحق كارهون. نتكلم الحق. تمام، فنان ما عنده صوت، ما عنده القبول يا ولدي، ميدانه. أما في ميدان الطرب والصوت بعيد عليه. مالشني حكيت ملك الفن الشعبي يا حبوب؟ ملك هذيك سماه حسن بن حمد، وقتها احنا في النوبه، خرج في جريده البيان برا وارجع لجريده البيان في 91 تلقاه حاط تصويره ويتكلم سيد حسن بن احمد اسماعيل حطاب امبراطور بما انه اكبر منه في العمر، بعده اصغر منه في العمر الهادي حبوبه ملك صلاح فارسيت امير الفن الشعب، صنفنا بالاعمار. هذيك هي تعتبر روحك امير ولا ملك؟ انا الامبراطور. والله على قد ما قبلت ذيف التواضع هذا مريتوش الحق. متواضع هنا مبلغ امبراطور ومتواضع. كان هذا التصريح في خلال حضوره في قناة الزيتونة. ما نعرفش وفاء كانوا ما عجبكش اي، على خاطر نفس الفنان قلت البارح سمعت له في راديو بعد شقان الفطر، استدعاه وحكيوا معاه على الموضوع وقال انا ما عندي حتى مانع باش نشارك. ابريتو صحيح عندي مشاكل مع حبوبة، لكن هذا ما يمنعش اني كان طلبوا مني باش نكون حاضر ونخدم على روحي، ونجم كل واحد معناتها عنده تورناج وكل واحد عنده خدمته ما غير ما تصير معناتها شوف التناقض. لكن انا ريت النوبه قاعده نتفرج فيها ومسلسل شدني وعجبني، عندي تو نهارين نتفرج فيه بالحق. الحكايه ياسر ياسر مزيانه، فما شخصيه عجبتني برشا وشدتني، شخصيه المغني كافون. طلع بالحق معناتها وهو قاعد يمثل، اكتشفت ممثل تحفون برشا، الرول ياسر طالع عليه، الامبيونس محلاها، حسيلو الحكايه سبونتاني خاطرو يتصرف تري بوتيتر تري سبونتاني، خاطرو ممثل تحسو صادق ديجا كفا. هذا شقالو هذا نبيدي سمعت عليه وحبيت نشوفه ونكتشفه، ولقيت انه في المسلسل بالحق شخصيه جبدتني برشا، ونستنى وقتاش يتعدى باساجو بالغناء بالكلمات اللي يعطيها بالجو اللي عاملينه. فما برشا شخصيات في بالحق ما عندها حتى علاقه بالنوبه، لكن يحكيوا على جو المزود ويحكيوا على شخصيات عندها بتتر علاقه بالفن الشعبي وصارت لها حكايات دراميه اخرى تهزنا العالم اخر. لكن محليهم الشخصيات، محليها الحكايه الكل، لي كوستيوم، الكاد، الديكور، الكل مزيان بصراحة. أنا نشجع باش الناس تتفرج خاطر معناتها يمشي في مخك النوبة كل الجو بتاع عام 91، لكن حكاية أخرى أحلى برشا من اللي في مخ. وممكن البوليميك اللي صارت باش تخلي العباد تتفرج أكثر في المسلسل هذا وتحاول تكتشف ماهمش باش يندموا بارابور العرض نتاع 91 وبارابور اللي قاعد يقدم فيه عبد الحميد بوشناقش. خالي قال العركة هذية ظهر لي من السبعينات. أي نتذكرها العركة هذية نتاع، ما نحبش نحكي في الموضوع هنا والله العظيم تلز فيا معناها حاب يقول لك ربي يهديه. هو العرك خلطوا عليها اجيال وجيال معناتها حكايه نتاع حبوبه وفرسيت. نقول لك شيخ علي والله ما لها مستوى عايشين فيه والله العظيم. قالوا ملك، قالوا امبراطور، قالوا انا عام 2006 كنت روحت من فرنسا، استقريت في تونس بعد 15 سنه في فرنسا، مشيت الدونتيست والله قال لي كلمه قعدت ديما تظن في مخي، قال لي ريت مش تشوفهم في الواجهة في تونس، هم حثالة المجتمع، الناس الباقيين ماكش بيشوفهم.